هي المنصة صحيح غير تفاعلية، لكن معها فما صفحة تواصل اجتماعي فين باش يكون فما تفاعل. احنا عدينا زادة محتوى في شكل فيديوهات، في شكل منها أسئلة، غادي فين يكون التفاعل على صفحات التواصل الاجتماعي اللي مرتبطة بالمنصة. صحيح المنصة أعدوها الخبراء بشكل هذاك، يراوه الشكل الأنسب انه هنا المواطن ينقل فيه منها روحه، يجمعتي في أفكاره، يجمعتي الاقتراحات متاعه اللي باش يقع من بعد تأليفها لإعداد التقارير. تحكينا على المشاركين، على دور شباب المنخرطة، بالضبط. في المرحلة الأولى في غرة جانفي حتى 14 جانفي جمعتين الأولانيين حلينا المنصة في 24 ولاية، في 24 دار شباب. كانت فترة تجريبية باش احنا نجربوا المحتوى ونجربوا حتى تقنيا المنصة اسكو استعمالها سهل وإلا لا. دونك كانت فترة تجريبية. من بعد في 15 جانفي تفتحت في 273 دار شباب، وين فما الانترنت، وين فما الأجهزة، وين فما زادة إحاطة، فما ميسرين ومنسقين باش يعاونوا الناس انهم يدرجوا افكارهم في المنصه. ممكن ياسر يقراوا لهم اذا كانوا هما ماهمش قادرين انهم يقراوا الاسئله. تبسيط المفاهيم لتبسيط المفاهيم المعطيات الشخصية. أكيد أكيد هذاك علاش وقع رأي أخذ رأي الهيئة لحماية المعطيات الشخصية، أعطت رأيها المبدئي في البداية اللي ما فماش في المنصة معطيات شخصية. on peut pas savoir qui a dit quoi. المشغلين صحيح نستحق رقم بطاقة تعريف باش نتحصلوا على رقم المشاركة السري، لكن المشغل هنا هو فقط ضامن في الهوية، يعطي للمواطن الرقم وبالرقم هذاك يمشي المواطن للمنصة ويشارك. وهذا السيستام ماهوش تونيزيان، معمول به بارتو دون لو موند. كي ناخذوا الكام تاع استونيا، هذيك العملية يستعملوا فيها استونيا بور بوفوار فوتي في الانتخابات في استونيا. عندهم هما الهوية الرقمية، بالهوية الرقمية يتحصل على رقم يمشي بالرقم هذاك يعمل يصوت في الانتخابات. احنا اون ابري لو ميم موديل لا ابليكي في المنصه هذه لادراج الاراء المشاركين وعلى الحمله الاتصاليه. على عدد المشاركين لحد اليوم 52 الف مشارك. الولايات الاكثر مشاركه الى حد الان هي تونس العاصمه، فما صفاقس، اريانا، بن عروس، هذه الولايات الاكثر مشاركه. نتصور الولايات الاخرين باش يخلطوا، خاطر اون فا ايسيي دو ديزون دو سونسيبيزي دو كومونيكي دافونتاج معناها على شال ريجيونال. حمله اتصاليه باش تكون فما حمله اتصاليه، باش يكون فما زادة كما قال سيد وزير الشباب تنقل للجهات، فما دور شباب متنقلة هي اللي باش تعاون الناس اللي في الجهات باش يجموا يشاركوا، وزادة باش يحيطوهم زادة في دور الشباب نفسهم. فما برشا شباب متطوع للحملة هذه لإنجاح الاستشارة. فما برشا شباب متطوع متواجدين حاليا في دور الشباب في 273 دار شباب بالولايات، دورهم انهم يعاونوا الناس هذوما باش يدرجوا ارائهم في المنصة. انت قلت نحب المجتمع المدني معناها يشارك في الحملة هذه، لو كان تحكينا معناها المجتمع المدني دوره بالأساس كما قلت هنا منها تقديم إحاطة ودعم للناس اللي مش قادرين إنهم يدرجوا منها آرائهم في المنصة، منها باش يكونوا متواجدين في دور الشباب فقط. فما زاد ما ننساوش ذوي الاحتياجات الخاصة، راسنوا للجمعيات والمؤسسات كيف باش ننقلوا لهم، وباش نحاولوا زاد نساعدوا الناس الفئة هذه باش إنها تعبر زاد على رأيها وتدرج رأيها في المنصة، باش هكاك يكونوا الناس الكل منها عندهم الحق يساهموا في المشروع الوطني هذا. نحكيو على اللجنه اللي باش تقوم بمعالجه المعطيات والبيانات، شكون باش تكون مكوناتها؟ اللجنه هذه بالاساس باش تكون من خبراء في كل ما هو احصائيات، دورهم هو تحليل البيانات، اعداد التقارير معناها من البيانات، وهوني باش نشاركوا معنا معناها لانستيتو ناسيونال دي ستاتيستيك، المعهد الوطني للاحصائيات اللي هو معناها عنده خبره في المجال هذا. وزاره الشباب والرياضه بخلاف انه تامن دور الشباب لتنظيم هذه الاستشاره، شنو هو الدور الاخر؟ وزاره الشباب والرياضه ساهمت في كل المراحل بتاع الاستشاره هذيا، يعني حتى من صياغه الاسئله. تعرفوا انه اسئله ما فيهاش يعني شباب وما فيهاش الرياضه، ماهيش اسئله موجهه للشباب التونسي. دونك نحن من اول المراحل بدينا في صياغه الاسئله، كملنا من بعدك في تعميم يعني العمليه هذيا على 24 دار شباب، من بعد توا باش نعموها على أكثر من 250 دار شباب يعني قارة، و 46 دار شباب من متنقلة، يعني باش يكون أكثر من 300 دار شباب يعني تساهم في العملية هذه. نحكيو
على الميزانية قلت أنه الميزانية اللي خصصت للاستشارة قلت ما خصصناش من رئيس الحكومة أو الجمهورية، كيفاش منين خصصتوها؟ هل فقط الخطة الاتصالية من كل وزارة أم للاستشارة ككل؟ به الخطة الاتصالية باش يكون ثم تنسيق بين الوزارة الكل. يعني نعطيكم أنا أن إكزامبل بالنسبة لنا نحن، ثم خطة اتصالية اللي هي خارجة من وزارة الشباب والرياضة، عندنا لي راديو ويب اللي هي تهم وزارة الشباب والرياضة في كل دار شباب، ثم راديو ويب في معظمهم ما نقولش الكل، عندنا دور شباب بيدا نحطوا فيها الفيشاج، عندنا يعني عندنا منشآت نجم تكون رياضية أو غيرها نجم زادة كيف نحطوا فيها ليزافيش هذوما. وزارة التربية عندها ليزيتابليسمون بتاعها، وزارة التعليم العالي عندها المنشآت بتاعها. ناخذوا نوتر اكزومبل وزارة النقل، تعرفوا الكيران وكذا وكذا، هذوما الكل نجموا نستعملوهم باش يكونوا معناتها سبور للحملة الاتصالية هذه. أما الحكومة تنسق بين الخطة الاتصالية لكل وزارة باش تخرج من بعد بخطة واحدة وخطة شاملة للاستشارة. فقط معناها نحكيو عن الميزانية في خصوص الخطة الاتصالية، مانيش نحكيو على لا، هذه هي يعني المسائل الأخرى نحن قاعدين نخدموا فيهم بطبيعتنا، هذه هي، وما لينا حتى حاجة معناتها اللي تستوجب أنه يكون فيها ميزانية خاصة. فوالا دونك كيما ديما نقول وزارة الشباب والرياضة مثلا ما عندها تتعامل في المسائل بتاع الاستشارات من قبل، آخر استشارة عملها عام 2016 وديما نهار كله نعملوا في ليسونتاج، عندنا ليسونداج بليتو، عندنا المراصد بتاع مرصد الرياضة ومرصد الشباب، دونك هذه نحن مستنسين بها. دونك إذا الاستشارة هذه باش تكون استشارة إضافية اللي مستنسين نخدموه، دونك ماهوش باش تكون ثم خاطر برشا عباد راهو اللي تتحدث انه منين باش تجيبوا الفلوس، هذه راهي خدمتنا نحن بطبيعتنا. فوالا نحكيو على بعض الاسئله الغامضه في الاستشاره، قلت انه تم العمل عليها وفما 10 نسخ تم اكثر توضيح به لهنا. نحن راهو ثم فرق بين النسخه الصفر والنسخه الاولى او الاوليه من الاستشاره والنسخه هذه الاخيره اللي توا معناتها هي الرسميه اللي يتعاملوا عليها يعني الاشخاص. به علاش ثم فرق على خاطر من الاول كيف خذينا الاسئله المره الاولى اللي هما عملوهم يعني عباد مختصين، لقينا ثم اسئله اللي هي راهو انكسيسيبل للعموم، يعني اسئله اللي تنجم تكون مستعصيه على الشخص التونسي او المواطن التونسي العادي. حاولنا نبسطوهم بقدر الامكان، الحاجه الاولى، حاجه ثانيه بالنسبه للاسئله حاولنا انه الاسئله تكون تشمل الشان العام الكل، السياسي، الاقتصادي، القضائي، الاجتماعي، هذه خاطر من الاول ثم برشا أسئلة تهم مثلا قطاع معين كما القطاع الاقتصادي، القطاع اللي يهم البطالة، بدلنا هذا الكل باش وليت معناتها الأسئلة تهم كافة المجالات، دونك تهم كافة المجالات وأسئلة مبسطة. هذا هي. آخر سؤال سيد وزير، ما تخافوش أنه دعوات المقاطعة تأثر على نسبة المشاركة نتاع المواطنين اللي سختوه اللي ينتموا للأحزاب هذه والمنظمات واللي نجم تكون ضعيف؟ به هو راهو الفراغ هو اللي يخلي عملية المقاطعة معناتها تنجم تنجح، توا نحن مش نخليه فراغ، والعملية الاتصالية هي اللي باش توري للعباد اللي هي عملية شفافة واللي هي عملية راهو يعني تهتم بالشأن العام بالنسبة لتونس على المستوى الحالي وعلى المستوى المستقبلي. دونك أنا عندي ثقة في أنه اللي قاعدين نخدموا فيه توا هو اللي باش يوخر بهذه يعني العمليات المقاطعة. يعني نحن هل حددتوا نسبة عدد مشاركين باش تقولوا هذه الاستشارة نجحت أم لا؟ لا ما حددناش توا أن النسبة. تعرفوا اسمعوا ثم حاجة راهو اللي هي لازمنا نكونوا واقعيين، هو في العمليات الانتخابية ثم مقاطعة، في عمليات يعني صبر الآراء ثم مقاطعة، لازمنا راهو نكونوا واقعيين، رانا مانيش حاطين في مخاخنا أنه 12 مليون تونسي باش يشارك في العملية هذه، نحن ثم شريحة معينة اللي فوق 18 سنة. ثم ناس نحاولوا قاعدين نقنعوهم، وتوا الحق اللي فرحنا انه الشريحه قاعده تكبر ما عادش فوق ال 40 سنه كهو، ثم ناس اللي قاعدين يعني الشباب قاعدين زاده كيف يتواصلوا معنا وقاعدين يشاركوا. دوك لهنا انا يعني متاكد انه جل التوانسه
اللي واعين بالامر باش يشاركوا في العمليه هذه. وداير ثم حاجه اللي مهمه على الاخر، ثم ناس اللي يقول لك انا عندي البورتابل بتاعي، اما انا خيرت اني نمشي لدار الشباب ونشارك على خاطر اعتبروه كما وقت التلقيح، اعتبروه معني يعني هي مشاركه في الشان العام، وهذا اللي نحبوه، نحبوا العمليه تكون عمليه تشاركيه.